ألو صفحة ألو 159 159 آسف 136 طيب 136 يا شباب. انت حاط عرض في الشاشة ولا هو عرضها حالا اهي، شايل لك شاشة حالا. ظهر عندكم الكتاب يا شباب؟ ايوه ايه ظهر نعم؟ اقول ظهر ايه خلاص. طيب يا شباب، بسرعة كده نسترجع على الجزء اللي فات ونستكمل الجزء الجديد إن شاء الله. أمس اتكلمنا على أو قلنا هنتكلم عن حاجة اسمها الجمل الشرطية. ومن أهم الجمل الشرطية اللي موجودة في لغة البرمجة لغة جملة إف. من أهم الجمل الشرطية اللي موجودة في البرمجة جملة إف. طيب جملة إف يا شباب لها أشكال؟ آه لها أشكال. طيب مبدئياً كده، في جمل شرطية تانية غير جملة إف؟ أيوه في جمل شرطية تانية غير جملة إف. طيب جملة إف لها أشكال كتير؟ آه لها أشكال كتير. طيب بداية كده تعال نقف عند جملة إف ونتعرف عليها ونتعرف على أشكالها. قلنا في الإنجليزي عندك درست أنت في الإنجليزي قاعدة إف. ودايماً كنا بنقول إف أو مثلاً كنا إف بعدها بنحط شرط وبعدين جواب الشرط. يعني إذا ذكرت هتنجح. إذا الطالب حصل على أكتر من 60% يعتبر أو ياخد نتيجة جيد. إذا حصل على 70% ياخد جيد جداً. إذا هنا هي إيه؟ هي يا شباب الشرط. تمام؟ حصل على 60% دي جملة الشرط. ياخد جيد ده جواب الشرط. تمام؟ باختصار هي دي جملة إف. ولكن لها أكتر من أو لها أكتر من شكل. تعال نشوف مع بعض أشكال جملة إف. حد يقدر يفكرني بأول جملة أخذناها أمس؟ ايش يا استاذ؟ أول جملة أو أول صيغة لإف أخذناها أمس كانت صيغة إيه؟ إف ذن. إف ذن. إف ذن فقط. طيب كان شكلها ازاي يا شباب؟ شكل الجمله دي ازاي؟ او صيغتها البرمجيه ازاي؟ ها حد فاكر ولا اقول انا؟ قول قول استاذ. قلنا ان صيغه الجمله if condition then statement. if condition then statement. بعد if بيجي condition. condition يعني يا شباب الشرط. الشرط. كونديشن يعني الشرط. then statement. بعد then بيجي ايه؟ statement. جواب الشرط. جواب الشرط. طيب اللي بيجي بعد then في حالة ان قيمة الكونديشن ترو ولا فولس؟ ترو. 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 طب تعرف تديني مثال عليها؟ اديني مثال على جملة if condition then statement. بالعربي ولا اقولها انجليزي؟ نقولها بالعربي. نقولها بالعربي اول وبعدين نقولها بالانجليزي او نقولها بلغه البرمجه بالعربي. اتفضل. اقول يا استاذ. اتفضل قول. اذا كانت درجتك اقل من 60 لا اذا كانت درجتك 60 اذا تساوي ناجح. جميل جدا. اذا كانت درجتك 60 اذا اظهر نتيجه نجاح. طيب لو الطالب جاب 55 ايه اللي هيحصل؟ راسب. ما في الجمله ديت. ايوه الجمله ديت مفيش فيها الا ان هو يجيب اكتر من 60. لو جاب اكتر من 60 يكتب له نجاح. لو جاب 55 ما يكتبلوش حاجه. في جمله ثانيه بقى يكتب له راسب. هنقولها دلوقتي حالا. ممتاز انت كده خلتني اخد مدخل للجزء الجديد. تمام. طيب ولكن جمله اف زين فقط بيحصل نتيجه الشرط في حاله اذا كان الشرط ترو زي ما انتم قلتم دلوقتي اف جريد اكبر من او يساوي 60 زين ريزولت ناجح. يعني اكتب كلمه ناجح في حاله ان انا دخلت لك درجه اكبر من ايه او يساوي 60. لو كتبت لك 59 مش هيظهر حاجة. كتبت لك 61 تظهر كلمة ناجح. تمام؟ دي جملة إيه؟ إف ذن. طيب هل في أشكال تانية لجملة إف؟ أيوه. طيب تعال نشوف مع بعض. في صيغة اسمها إف ذن إند إف. إف إند إف. طيب
يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف كلام بعض. بعد السيستمز يجي جملة زيادة أو كلمة زيادة. أيوة هذا الجواب يجي جملة. ممتاز. يعني ايه برضو الكلام ده؟ تعال نشوف بقى يعني ايه الكلام ده كده. مين اللي يقرأ معي هذه الصيغة؟ أقرأ أستاذ. تفضل. هذه الصيغة هي الصيغة الأولى نفسها، إلا أنه سيتم تنفيذ أكثر من أمر إذا كان الشرط صحيحا. لذلك احتجنا إلى وضع كلمة end if لتوضح نهاية مجموعة الأوامر التي سيتم تنفيذها. جميل جدا جميل جدا. إذن هنا شباب إن بعد إن statement فيها أكتر من جواب شرط، أكتر من جواب شرط. يعني لو أخذنا نفس المثال اللي إحنا قلناه في المرة اللي فاتت، if grade أكبر من أو يساوي 60، هنا الشرط هو هنا اسم الشرط if أو الشرط if، وجملة الشرط جريد أكبر من أو يساوي 60. then الستيتمنت هنا بقى في هنا أكتر من ستيتمنت أو جواب شرط. أول حاجة أعمل لي ناجح، تاني حاجة مبروك، ممكن أعمل تالت ورابع وخامس أكتر من ستيتمنت، لكن في النهاية عشان أقفل جملة if وعرف الفجوة البيزك إن end انتهت أو if انتهت، لازم أضع إيه؟ end نهاية if. ان انا كده خلاص قفلت اف، عملت لها بدايه اف من اول كلمه اف ونهايتها اند اف. خلاص تمام يا شباب، واضحه دي؟ تمام. طيب ده الجزء السهل، ده الجزء السهل جدا، ده الجزء السهل جدا.